ممكن اكيني شوي شو صار معك بسوريا؟ After living what happened in Aleppo, death itself doesn't scare anymore, it doesn't scare us anymore. أصدقاء عمري يعني ماتوا وفي منهم كثير مات استشهدوا. كان يسألوني الحواجز إنه ليش على طول مبتسم؟ فكان جوابي على طول لهم إنه هذا اسمه الألم الحقيقي، إنه حتى البكي غاب عنك. بعد يلي صار بسوريا، بعد يلي صار بحياتنا، أنا كلاجئ وجدت معنى بالموسيقى. I couldn't take my family and the boat to Greece, you know, but we want to be together very soon. عم يمدني بالحياة هو الشيخ. الموسيقى بتتذكر الروح عالم أنستو. مثل ما قال مولانا جلال الدين الرومي، يعني الحياة هي مأساة غربة. ذهب الذين أحبهم فعليك يا دنيا سلام.